السلام عليكم. شات جي بي تي حتى الآن ما عندوش المعلومات الأبديتد، آخر حاجة موجودة عنده سبتمبر 2021، فلو سألته أي سؤال بيجاوب في الفترة دي، ما بيكملش اللي حصل في 21 22 23. طيب الحل إيه؟ الحل إن في أداة اسمها ويب شات جي بي تي، دي عبارة عن إيه؟ إنها بتديك إمكانية إن النتيجة اللي تطلع يكون معمول لها أبديتد. دي أداة مجرد ستبها في المتصفح بتاعك، لما تسأل أي سؤال الإجابة بتكون معمول لها أبديتد، مجرد إن أنت بتمنحه الويب أكسس إن هو يبقى مفتوح على النت، خلاص الإجابة كلها بتكون معمولة أبديتد. فالأداة دي مفيدة جدا لو أنت عايز يبقى عندك المعلومات متحدثة في الذكاء الاصطناعي.